قائما وعليه سبحانه وتعالى نتوكل ونستعين أيها الأعزاء، متواصلين في هذه الانطلاقات الصباحية التي إذن في هذه الأشواط المتواصلة مشاهدينا الأعزاء، وفي هذه الأيام المتتالية، اليوم هو خامس أيام هذا المهرجان، يوم قبل الختام، مهرجان تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معاني حقيقة. في هذا المهرجان سجلت توقيتات زمنية لأول مرة تسجل، وتضاف بأنها أيضا من ظهرت في هذا المهرجان وتحسب لصالح هذا السباق وهذا المهرجان السنوي الكبير الذي يقام للمرة الأولى هنا على أرضية ميدان التحدي، ويحمل اسم هذا الميدان العريق، الميدان الكبير، الميدان الذي هو من أعرق ميادين سباقات الهجن العربية الأصيلة في دول مجلس التعاون والدول العربية ككل. أيها الأعزاء، تهانينا لكل الفائزين في هذه الأيام الماضية التي مرت وانقضت سريعا، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في هذا اليوم وفي يوم الغد. مقدمة الشوط مباشرة ومن تحتل المركز الأول قمة لناصر بالعوضي المنهالي، أحد ضيفات الميدان القادمة من هناك من ميدان عريق آخر، ميدان الوثبة، عاصمة ميادين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هو قادم من عاصمة الميادين من الوثبة، أتمنى لك التوفيق. ننتقل إلى الحذرة اللي على المركز الثاني، وتعود ملكيتها لعبيد بن محسن بن راشد بن بعيران المري على المركز الثاني. ننتقل من المركز الثاني لنتعرف على من تحتل ثالث المراكز، واللي تتقدم الآن تقدم ممتاز مذخورة لمحمد بن خير بن فرج الرزق العجمي على المركز الثالث، واللي تليها على المركز الرابع هنا حاملة الرقم 19 ما تعرفنا عليها، أو حاملة الرقم 9 العنود لحمد بن سعيد بن حلفان المري، هي من تحمل الرقم 9. وأتمنى من إخواني المشاركين توضيح الأرقام، وذلك لمصلحتكم أنتم كمشاركين، وكي أيضا ننادي وأيضا نذيع على الهجم بالشكل المطلوب. عموما نواصل إلى المركز الخامس اللي تتقدم الآن هنا الشاهينية صالح بن علي بن راية المري، اللي دائما وابدا اذا شفنا شعاره نقول يرفع رايه التهديد، وها هو الان يرفع رايه التهديد من اول كيلو او اول كيلو مترين تنقضي. نعود الى مقدمه الشوط والى التغيير الذي حصل وطرا وجرى على مقدمه الشوط، اللي انطلقت الحذره، انطلقت بكل حذر لتغير مجريات الامور، وهذا التركيز من احد الشباب المضمرين المميزين عبيد بن محسن بن بعيران المري. كل التوفيق يا أبو محسن في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني قمة ناصر بالعوض المنهالي، شعار نجوم، شعار نجوم، وهل تنسى نجوم يا، وهل ينسى المتابعون نجوم في ذلك اليوم وفي ذلك العام الذي انتزعت فيه ذلك الرمز الغالي في يوم مشهود. هذا الشعار له صولات وجولات وغيرها من الهجن مثلت هذا الشعار، ولكن رسخ في الأذهان وفي ذهن محدثكم فوز نجوم بذلك اليوم. عموما وعلى كل حالة أتمنى لك التوفيق ولكل المشاركين. ننتقل من شعار نجوم من تحتل المركز الثاني قمة إلى المركز الثالث، وهذا التقدم الممتاز مذخورة لمحمد بن جخير العجمي على المركز الثالث. المركز الرابع ومن تحت الرابع المراكز هنا ملوح، وتعود ملكيتها هذه ملوح أول نداء لها في الإذاعة، تعود ملكيتها لسعيد بن جوعان بن قطامي العامري أحد الضيوف الكرام المشاركين في هذا المهرجان. ننتقل إلى المركز الخامس هنا العنود لحمد بن سعيد بن حلفان المري، هذا هو نداءنا وانتصفت المسافة يا متابعين ويا مشاركين، وأيضا الحذر واجب ومطلوب من الأمتار المتبقية، أمتار حذر، أمتار تكتيك، أمتار تخطيط، أمتار كما ذكروا الشباب والمحللين وأصحاب الخبرة بأن المساير له دور كبير جدا في السبق وفي الفوز والناموس. لذلك أيضا كل مالك وكل مضمر يتحكم بالجهاز وبالريموت الكنترول وأيضا بجهاز المسايرة
أتمنى التوفيق لكل المشاركين. عموما ما زالت الحذرة على مقدمة الشوط، ولكن قمة أخذت تتدخل الآن تدخل ممتاز وتضغط على الحذرة اللي على المركز الأول وتحاول التقدم جاهدة بدفع تلقائي أعتقد من صاحبة المركز الثاني. أتوقع أنها تنطلق انطلاق ودفع تلقائي. عموما اليوم 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 قمة أيضا مستانسة، أتمنى لها التوفيق، مبسوطة اليوم أتمنى لها التوفيق، ومثل ما يقولون متشمقة اليوم للركض. عموما ها هي قمة على المركز الثاني لناصر بالعوض المنهالي، وما شاء الله تبارك الله يلي المنهالي ما شاء الله تبارك الله. ننتقل إلى المركز الثالث ملوح لسعيد بن جوعان بن قطامي العامري أيضا قادمة للمشاركة وللمنافسة على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مذخورة لمحمد بن جخير العجمي على المركز الرابع، وأيضا المركز الخامس هذه اللي تنطلق انطلاق ممتاز الغالية وتعود ملكيتها الحمد بن مبخوت بن حمد بن يعيل المنهالي، ونتمنى من أخوي حمد مراجعة لجنة التشبيه والتثبيت في حال فوز هذه المشاركة. عموما وعلى كل حال نعود مع آخر كيلومترين إلى خط النهاية. يا سلام، بدأ الرقص هناك على صدارة الشوط ما بين الحذرة وما بين قمة والحذرة اللي انفردت ثنتين بناموس. هذا الشوط انفراد ممتاز واخذت تبتعد عن بقية المشاركين، ولكن الله 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 وصلوا للطلائب يا اهل المقدمة. مذخورة تقود المنطلقين بسرعة فائقة وتحاول اللحاق بمقدمة الشوط وقبل فوات الاوان. الله يا سلام يا سلام يا سلام، مذخورة لمحمد بن جخير العجمي قادمة على المركز الثالث. بينما المركز الرابع هنا العنود لحمد بن سعيد بن حلفان المري، وأيضا وصول من الغالية أيضا رقم صعب في هذا الشوط، ولكن يعود إلى قمة من انطلقت وغيرت مجريات الأمور بهذا الدفع التلقائي. والسلام وثباوي أهل الوثبة، وثباوي أهل الإمارات انفازت بناموس الشوط، ولكن الحذرة وأهل ميدان بشاير أيضا قادمين بكل قوة مع بن بعيران في المركز الثاني. المركز الثالث مذخورة لمحمد بن جخير بن فرج الرزق، أعتقد السلام انفازت فيتجه إلى ميدان النعيرية وإلى وادي العجمان هناك. الله يا سلام يا سلام يا سلام، مزعلة وهل الشحانية أول ممثلات الشحانية تنطلق، وأيضا شعار ناصر بن سعود مع جمرة اللي انتظروا تفجيرها للمشاركة في الأمتار المتبقية، وأيضا صاحبة صولات وجولات جمرة وراعية فائزة معنا في السباق المحلي الماضي. يا سلام، معنات هذا بأنها من المرشحات بقيادة سعود بن سعد بقيادة سعد بن سعود آل شافي على المركز الثالث. انطلقت جمرة لتولع الشوط كما أعلق عليها دائما، ها هي دائما عندما تحضر جمرة تحرق الشوط كاملا. يا سلام يا سلام يا سلام، جمرة. والمركز الرابع هنا العنود حمد بن سعيد بن حلفان، تحرك المضمرين، تحركت الهجة المشاهدين الأعزاء، أصدرت الأوامر، ولكن ما زالت قمة على قمة الشوط. وهل الوذبة أهل الوذبة أهل الوذبة أهل الوذبة، يا سلام يا سلام يا سلام، قادمة من عاصمة الميادين للمشاركة في ميدان التحدي ميدان الشحانية. يا سلام يا سلام، هذه قمة، وشعار ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي يبدع 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 كما أبدع شعاره دائما وابدا مع نجوم ومع الأسامي التي صالت وجالت. احفظوا اسم قمة أيضا، احفظوا هذا الاسم، جمرة تتحرك وتتسلل لتنتزع المركز الثاني. هل الشحانية وهل الريان ولكن العوضي يا أبو سعود رقم صعب في هذا الشوط للمرة الثانية في هذا اليوم. ناصر بالعوض المنهالي مشاهدينا الأعزاء مع فاز معنا قبل هذا الشوط مع مزعل، والآن تعود قمة لتنتزع ناموس الشوط. تهانينا، سلام الوثبة، سلام على هذا الفوز. جمرة احتلت المركز الثاني وقدمت عرض مشرف بما فيه الكفاية. تهانينا لناصر بن سعود الشافي المركز الثالث، الحذر العبيد بن محسن بن بعيران المري المركز الرابع، وصلت فيه الشاهينية صالح بن حمد بن رايه المري، بينما المركز الخامس ملوح لسعيد بن جوعان بن قطامي العامري. تهانينا والناموس لكل الفائزين ولكل المميزين في هذا اليوم وبأشواط هذا الصباح. عموما وعلى كل حال قمة من اندفعت منذ الانطلاق وهي تنافس على صدارة الشوط، وأكملت هذا المشوار بهذه النهاية الممتازة. توقيتها 9:48:82
جزء من الثانية تهانينا لناصر بالعوض المنهالي، المركز الثاني جمرة اللي حقيقة توقعت أنها تكون راعية الشوط لما لها من سجل حافل وإنجازات وأيضا انطلاقات ممتازة، ولكن ما قصرت، أتت في المركز الثاني في هذا المحفل الكبير 9:52 بالوفاء والتمام. تهانينا لناصر بن سعود الشافي مدير عام اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، والتهاني موصولة بطبيعة الحال لشقيقه المميز والمضمر سعد بن سعود الشافي. تهانينا يا سعد، المركز الثالث كان مع الحذرة، توقيتها 9:52 56 جزء من الثانية. عموما الرقم ما شفناه. تهانينا لمالك الحذرة عبيد بن محسن بن راشد بن بعيران.